لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس السابع من كورس أساسيات الميديا والمونتاج من الفكرة وحتى التنفيذ. إن شاء الله احنا ناخد النهاردة التراك موشن وهنتكلم بتفصيل عنه بإذن الله تعالى. بداية كنا اتكلمنا عن قائمة كروب، وهنلاحظ يا جماعة ان في تشابه كبير قوي ما بين قائمة كروب والتراك موشن، لان تقريبا يعني وظائف دي هي نفسها وظائف دي، يعني وظائف قائمة الكروب هي نفسها نفس وظائف قائمة تراك موشن، مع وجود بعض الاختلافات اللي هنقولها ان شاء الله. تراك موشن من خلاله نقدر ان احنا نتحكم بحجم العناصر وكذلك موقعها داخل البروجكت. طبعا اتعلمنا في قائمة، يعني هنرجع هنا كل حاجة زي ما كانت الاول، اتعلمنا في قائمة كروب ان قلنا الكاميرا اللي قدامنا ديت ممكن نعتبرها كاميرا وهمية، تمام؟ فبالتالي قلنا انت لو بعدت الكاميرا بالشكل ده كده، كل ما تبعد بالكاميرا عن المصدر كل ما المصدر حجمه بيصغر داخل الكادر او داخل الفيديو، كل ما تقرب كل ما يكبر. في التراك موشن بقى العكس، انت هنا بتتحكم بالعنصر نفسه، يعني انت بتصغر وتكبر هنا العنصر، ولكن مع ملاحظة ان اي حاجة هتعملها في قائمة التراك موشن هيتم تطبيقها على اي فيديو او اي عنصر. يعني عموما تعالوا ناخد كده شوية عناصر من هنا، هيتم تطبيق التكبير والتصغير ده والتحكم بمكان العنصر على اي عنصر داخل التراك. اي عنصر موجود جوه التراك هنا هيتم تطبيق الاوبشن اللي احنا هنحطه هنا عليه، تمام كده. تعالوا نشوف ايه الافكار والامور اللي احنا ممكن نعملها من خلال قائمة التراك موشن. تعالوا بينا قبل ما نتكلم عن التحريك وقبل ما نتكلم عن التراك موشن، وعايزين نتكلم عن عمل اطار للصورة اللي امامنا، اطار ملون. هنيجي هنا على 2D جلو، تمام، ومن القائمة دي هنقدر ان احنا نتحكم بلون وشكل الاطار للصورة اللي امامنا، ودي من احد الطرق اللي احنا ممكن من خلالها نعمل اطار للصورة، تيجي من قائمة التراك موشن، تمام. هنا طبعا من الانتنستي بنتحكم بقوة ظهوره، بلر درجة الضبابية الاطار، هنا بنختار اللون بي، تمام. يعني هي اوبشنات بسيطة خالص، مش فيها اي فكرة خالص. طبعا لاحظ هنا ان السينك شغال، فاكرين في المحاضرة اللي فاتت قلنا عن موضوع السينك ده، قلنا ان لو انت كنت واقف هنا في المكان ده وجد دخلت عملت هنا الجلو، ايه اللي هيحصل؟ هيظهر ولا مش هيظهر؟ مش هيظهر في البداية، وهيبدأ يظهر تدريجيا كل ما كل ما تمشي. فانتبه للامر دي، لازم تكون واقف على النقطة الاولانية هنا وتبدأ تعمل الجلو زي ما انت عاوز، او لما تلغي السينك طالما انت هتعمل الجلو بس، وسواء انت واقف في اي مكان مش هتفرق بقى، وكده كده هيفتح لك التايم لاين الخاص بالكي فريم من البداية، تمام. بس انا هشغله عشان هنحتاجه دلوقتي معانا في الشغل ان شاء الله. بعد كده تعالوا نتكلم بقى عن التحريك هنا في في التراك موشن. تعالوا مثلا، طبعا احنا دلوقتي شغالين السينك، ليه؟ لانه هيهمنا قوي في عرض الصور اللي امامنا دي. هصغر كده شوية. لما اجي احرك يا جماعه لازم الاول اتاكد ان انا واقف على خيار اللي هو البوزيشن، تمام. مش ان انا واقف هنا على الجلو، لان لو انا واقف هنا على الجلو بحرك هحرك الايه، هحرك البلوك اللي هو الخاص بالاطار، وطبعا مش ده اللي انا عاوزه خالص. اللي انا عاوزه الايه، البوزيشن. هقوله مثلا هنا في البدايه
انا عاوز ايه، خلي ده يكون مثلا بره كده بالشكل ده، تمام، وهنحركه مثلا هنا قدام شوية. طبعا انت تصغر بس كده ايه، وتشوف اتجاه حركتك فين، او ممكن طبعا ان احنا نكبر شوية كده، بكبر التايم لاين اللي هو الخاص بالكي فريم عشان ايه الامر يكون واضح شوية. هنقول له مثلا من الثانية رقم صفر لغاية هنا مثلا، ما بين الثانية واحد والصفر يعني، هقول له ايه الحركة هتيجي لغاية هنا، تمام، ومن المنطقة دي اللي هي نص الثانية لغاية ثانيتين هنثبت الحركة. هنثبتها ازاي؟ هنضغط على علامة الزائد دي عشان الحركة هنا ايه تكون واقفة، بحيث المشاهد يستطيع ان هو يشوف الايه محتويات الصورة اللي قدامنا دي. ومن هنا مثلا لغاية هنا، بص احنا ممكن نطول على فكرة مدة العرض شوية، ازاي؟ هضغط على النقطة دي كده بحيث تبقى معمول لها سيلكت، هحركها هنا قدام شوية كده. لاحظ هي هنا برضو بتحرك قدامي، يعني ايه؟ يعني انا كان ممكن اضغط على النقطة دي من هنا اهو، وايه واحركها زي ما انا عاوز. هقول له مثلا مدة العرض بتاعتنا ايه في الايه في الفترة دي كده اللي انا محددها دي، تمام، وبعد كده همشي، هفضل ماشي، اللي هقول له لغاية هنا انا عاوز ايه، انا عاوز اوصل للنقطة دي تكون المربع ده خرج بره خالص. تعال نشوف كده الحركة السيمبل خالص اللي احنا عملناها دي. تمام، دي كده ايه اول حاجة ايه، يبقى احنا كده قلنا له ايه هتيجي من بره لجوه وهيتعرض وبعد كده هيخرج بره خالص بالشكل ده، تمام، تمام كده يا جماعة. طبعا انت كمونتير اوعى تعمل كده خالص. ليه؟ لان انا بس بحبيت اوضح لك الامور، فبشرح لك بايه بطريقة مبسطة جدا. انما احنا هنعمل ايه، تعالوا بس الاول كده هنشرح بس حاجة جنرال الاول، وبعد كده نبدأ ايه نخش بقى على ايه على الشغل الدقيق ايه في العمل بتاعنا. طيب احنا خلاص الصورة دي ايه خرجت. طبعا احنا دلوقتي بنعمل ايه، بنذكركم احنا دلوقتي عايزين نعمل سلايد شو، سلايد شو او عرض مرئي، ان الصور تيجي وايه بنعرض كده صور بالشكل ده، تمام. طيب طبعا انا هجيب دي جنبها كده بالشكل ده، دي جنبها دي جنبها دي جنبها دي جنبها، عشان ايه اعرض الصور على شكل سلايد شو بالشكل ده كده. طيب انا هاجي هنا طبيعي الصور، طب خد بالك من حاجه، يعني انا عايزكم معلش تكونوا بس مركزين جدا، معلش ابتداء مدارس السادس في اللي هو اللي فات دي فما فوق، الدروس هتكون محتاجه تركيز شديد مننا، وانا هبسط الامر على قد ما اقدر باذن الله، ربنا يعيني بس كده ويعينكم ويعيننا جميعا ان احنا نقدر إيه الامور دي ايه توصل لكم، لان هي يعني شغل دقيق شويه. بصوا يا جماعه، انا هنا الاوامر اللي عندي دي مش اوامر على الصوره دي بس، انما اوامر على يعني دي ده كده مده الايه مده التراك كله، تمام. فبالتالي انا هنا شغلي هنا على التراك كاملا مش على الصوره دي بس، مش زي ما انا اكون دخلت هنا وقعدت اعرضها، لا ده على التراك كله، تمام. السينك هنا لابد ان يكون شغال، مهم جدا ان انا اربط ما بين اعمل لينك يعني ما بين مؤشر الحركه في التايم لاين اللي هو الخاص بالبروجكت والتايم لاين الخاص ب الكي فريم الموجود في قائمه تراك موشن، تمام. فانا هنا دلوقتي عملت ايه الحركة بالشكل كده اهو، تمام. طيب كده خلاص هي كده المفروض خرجت، المفروض انا عاوز اعرض دي اللي قدامي دي بس ايه تيجي برضو من اليمين لليسار، من اليمين لايه لليسار. هعمل ايه، هي ليها يعني كذا طريقة، برضو من باب التجديد حاول اقول لكم على طريقة جديدة خالص ممكن ان احنا نستفاد بيها. شوف انا عامل ايه دلوقتي، انا هحدد النقط دي، حاطط كليك يمين كوبي، انا كده عملت دلوقتي ايه كوبي للكي فريم. هاجي هنا، هاجي هنا بص همشي جزء بس كده صغير كده، حاطط كليك يمين بيست عشان ايه يعرض الصورة التانية بنفس طريقة عرض ايه الصورة الاولانية. طيب بس في برضه هنا ملاحظة دقيقة انا برضه هذكرها، لان شوف هنا شوف شكل العرض عامل ازاي، تمام. فاحنا هنعرض حل دلوقتي المشكلة دي، خلينا بس الاول ايه يعني نفهم بس ايه اللي احنا عملناه. احنا دلوقتي عملنا كوبي لنقط اللي هي الايه الكي فريم دي، تمام. طيب
بصوا يا جماعة، هنيجي هنا مثلا من ضمن الحلول على المنطقة دي كده، تمام، هنسيب بس فراغ صغير كده. بس شوف انا كبرت دي، شوف الاحظ التايم لاين هنا، انا كبرته هنا ايه شوية اهو، نسيب فراغ صغير بس كده، تمام، ما بين النقطة دي ودي، هنسيب الايه الجزء ده من الفراغ، بحيث ايه، بحيث ما يبانش ان احنا ايه عملنا نقطة كي فريم هنا بالشكل ده، تمام. طبعا ده حل مبدئي، في حلول تانية اخطر تطورا منه، بس احنا هنمشي واحدة واحدة، وهنعرض الحلول برضو ايه بشكل بسيط شوي. هنجيب النقطة دي هنا مثلا نحطها هنا في البداية، ودي نحطها في النهاية، خلاص. الفكرة بس ان احنا ايه نسيب فراغ كده شوية، حتى لو عرفنا نقصر المدة كمان ممكن نقصرها عن كده. طبعا وانت بتحرك الصورة الكي فريم بيتحرك معاها، خد بالك من النقطة دي. فبالتالي انا هاجي هنا اعمل بريفيو، جت النقطة دي بالايه بالشكل ده كده، اللي هي نقطة الكي فريم دي، تمام. وهعرض برضو بقية الصور بنفس الايه الشكل ده. طيب لغاية كده يا جماعة الامور كده واضحة. طيب كده احنا ايه عرضنا عرض سريع للايه لتقنية الايه الحركة كده، ان شاء الله تكون مفهومة. تعالوا بقى نخش ايه على شغل ادق شوية. انا هجيب برضو صور عشان اعمل لها سلايد شو، تمام كده. وانا هنا يا جماعة انا هنا هتحرك دلوقتي يمين وشمال بس، يبقى انا مش محتاج ان انا اطلع فوق وتحت، تمام. طيب خليكم حافظين بس الايه الجزئية دي، ان انا هتحرك يمين وشمال، وانا بتحرك ايدي غصب عني بتطلع فوق. شوف يعني انا بتحرك هنا على الاكس اهو، الاكس اللي هو اليمين والشمال انا هتحرك عليه بس غصب عني ايدي بتطلع كده وانا بحركه. يعني انا باجي مثلا اقول له حلل النقطه دي هنا وهنا، حط ايه هتجيبه لي هنا، تمام. ومن هنا لهنا مثلا هيكون ثابت، وهنا هي ايه هيخرج بالشكل ايه بالشكل ده كده. انا غصب عني لاحظ ان قيمه، شوف قيمه اكس دي المفروض بتمشي معايا كده، لان بتبقى يعني بروح يمين وشمال. قيمة واي بتتغير معايا ليه؟ شوف، لان حركة ايدي اهتزازية، فبالتالي الاهتزاز بتاع ايدي ده اساسا هو اللي بيعمل معايا المشكلة دي. انا مش عاوز واي خالص اتحرك، انا عاوز الصورة تيجي من يعني ايه من اليمين، يعني تيجي ايه بالمنظر ده كده بس، من اليمين وتيجي في النص تعرض، ومن النص تخرج برا. فانا مش محتاج المحور الواي بتاعي في حاجة خالص. طيب هعمل انا بقى ايه، اول هنشيل النقط دي كلها، هنيجي هنا كليك يمين، مش ريستور فيو، ريستور بوكس، خد بالك ريستور بوكس عشان يرجعه ايه زي ما كان تاني. طيب ايه الشغل الدقيق والصحيح بقى اللي احنا عاوزين نشتغله؟ هدخل على قائمه تراك موشن، شايفين ده، شايفين القفل اللي عليه علامه الواي ده، هضغط عليه، فبالتالي الحركه كده اصبحت يمين وشمال بس. مهما ايدك اتحركت، بص انا بطلع فوق اهو وبنزل تحت، ايدي ما بتتحركش فوق ولا تحت، العنصر عفوا ما بيتحركش ايه فوق ولا تحت. ليه؟ لان انا قافل اتجاه الحركه اللي هي الرأسية على محور الايه الواي، وفتح الحركة بس على اكس. فبالتالي مهما اتحركت شوف قيمة واي ثابتة معايا، ما بتتحركش ولا بتتأثر خالص. فده اذا اول حاجة احنا هنعملها، تمام. طيب يبقى انا هنا ماجي صغر دي كده بالشكل ده، هكبر بس عرض التايم لاين شوية، واجيبها هنا برا، واجي هنا في الثانية رقم واحد اقول له تعال انا عاوز تيجي هنا، ومن هنا لهنا هتبقى دي ثابتة، هضغط على الزائد، ومن هنا لهنا هخرجها ايه بره. لاحظ كده معايا الحركة كده اهي، حركة كده مظبوطة جدا، ماهيش فيها اي يعني اي ازاحة علوية خالص، وانما كلها ازاحة ايه رأسية بالشكل ده يمين وشمال فقط، خلاص اهي، تمام. يبقى دي كده الايه الملاحظة الاولى اللي كنت انا عاوز اقولها. طيب الملاحظة التانية بقى، تعالوا نعمل اوبشن جديد، هنشيل النقط دي كلها وهنوقف هنا، نعمل له ريستور بوكس. هو انا ليه احركه بنفس الحجم؟ ما تيجي نغير ونخليه يبدا صغير خالص، خلاص هيبدا ان هو من الصفر، يعني قيمته ده هيكون صفر، خلاص هيبدا ان هو يكون صفر بالحجم ده كده هو بره هنا. واول ما يجي هنا مثلا عند، هنكبر شويه، اول ما يجي هنا عند الثانيه رقم واحد هحركه هنا واخليه كبير، وبعد كده اثبت الحركة من هنا لهنا هثبتها، وبعد كده
هيخرج تاني بس بقى ايه، هيصغر زي ما كان. هعمل كده بريفيو اهو كده، شكل العرض بقى احسن بكتير جدا. وطبعا اللي انا عملته هنا في الكي فريمات هو نفس اللي انا هعمله في بقيه الصور دي برضو. تمام، طيب لغايه كده يا جماعه الجزئيه دي واضحه فيها ايه مشاكل؟ طيب ان شاء الله يا رب تكون ايه كويسه باذن الله. طيب تعالوا نشتغل شغل ادق، شغل اعلى شوي، هنشيل النقط دي. معلش عارف ان احنا كل شويه بنشيل ونحط، بس انا عاوز امشي بس معاكم باسلوب ايه، واحده واحده، هنبسط الامور جدا لغايه اما الدنيا تبقى سهله معايا، لان انا لو دخلت لكم مره واحده على الشغل الدقيق هتتعقدوا من الامور. فنطلع السلم واحده واحده، مرحله مرحله. طيب تعالوا هعمل كليك يمين ريستور بوكس. انا لو جيت وقفت هنا عند النقطه الاولانيه وجيت طلعت ده بره، خلاص يبقى هو كده ما ايه موجود فين دلوقتي؟ خارج اطار العرض، خارج الكادر بتاع اللي هنا. تمام، مش الاثنين دول اللي هو الوادز والويد والهاي، مش دول اللي هو الطول والعرض. يعني انا لو جيت خليت قيمتهم بصفر زي ما انا عملت كده، مش كده اصبح المربع ده دلوقتي، اصبح المربع ده دلوقتي كده بلا حجم. يعني تعالوا هعمل كده اندو تراجع اهو، المربع ده اللي هو الايه شكل العنصر اللي قدامنا هنا على التايم لاين. لو انا جيت خليته بصفر لاحظ كده المربع اختفى. اختفى ليه؟ لان انت خليت حجمه بصفر، فبالتالي اذن هو تلاشى، فما اصبحش له وجود دلوقتي. طيب يبقى دي اول نقطه دقيقه، هنكبر شويه كده. هنقول له لما توصل للثانيه رقم واحد هحركه ازاي؟ مش عارف احركه، مفيش هنا قدامي حاجه. تمام، وحتى لو حركته برضه يعني انا مش عاوز اخليك ايه تستخدم الطرق التقليديه. تعالى هنا هقف عند النقطه دي اللي هي الثانيه رقم واحد، وهضغط كليك يمين واختار ريستور بوكس. مش انا لو عملت كده هيظهر لي بشكله الحقيقي اهو اهو. تمام، ومن هنا لهنا مثلا هثبت الحركه، ومن هنا لهنا هتكون خرج بره، وهخلي قيمته القيمه بتاعته بكام؟ بصفر. تعالى نعمل كده معينه اهو كده، شغلنا بقى احترافي اكتر واكتر. خلاص، ممكن برضو ان انا اعمل حاجه تانية، ممكن ان انا مثلا اجي هنا اهو، هنا كليك يمين ريستور بوكس كده ايه ده الايه ده الشكل الاصلي اهو، هخرجه بره بالشكل ده، هخلي قيمته بصفر. هاجي هنا هكبر بس شويه كده عند السين رقم واحد مثلا، وهعمل كليك يمين ريستور بوكس بالشكل ده. طب ما انا ممكن اخليه كده مثلا، مش لازم يكون مالي الشاشه، لا ممكن اخليه كده صغير، حاجه صغيره. تمام، ومن هنا لهنا ثابت ما بيتحركش ولا بيعمل ايه مؤثر. خلاص، شكل الخروج بقى لما يوصل لهنا هقول له يكون خرج بره وايه قيمته بصفر كده. اظن بقى احسن بكتير. طيب طبعا انت سرعه الحركه كل ما انت بعدت ما بين الكي فريمات وبين بعضها كل ما السرعه ايه قلت. يعني انا لو جبت ده حطيته هنا مثلا كده بالشكل ده هلاحظ ان السرعه عندي بص هتقل. طبعا انا هدخل ده شويه واجيب ده هنا اهو كده، السرعه هتقل. قربت الكي فريمين من بعض كده، تعالوا كده نشوف السرعه زادت قوي. تمام، فاذا كل ما بعدت ما بين الكي فريم واللي بعديه، كل ما بعدت ما بين كل اتنين كي فريم يعني، كل ما السرعه قلت، وكل ما قربت منهم كل ما السرعه زادت. تمام، طيب يا رب بس الامور لغايه هنا تكون ان شاء الله واضحه باذن الله ومفيش فيها اي مشاكل. طيب هنكتفي بس، انا مش هطلع يعني مش هطلع اكتر من كده بيكم. يبقى احنا الامور كده لغايه دلوقتي ان شاء الله واضحه باذن الله ومفيش فيها اي مشاكل. تمام، طيب ما تيجي بقى نستخدم الطريقه ديت بدل ما كنا بنقول ان احنا نسيب فراغات هنا. ما تيجي مش دي كده كده قيمتها بصفر، يعني هي هنا اساسا مش ظاهره. يعني شوف هنا انا واقف هنا اهو اهو، هنا هنا في حاجه ظاهره ليه؟ لان ده قيمته دلوقتي بصفر. طب انا ليه ما استغلش ده، ما استغلش الموضوع ده طالما كده 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 دي بصفر؟ هوقفها هنا كده ايه كده، انا هنا عند نهايه الصوره دي. تمام، طيب وهاجي هنا هاجي فين؟ يعني بص انا هقف هنا اهو. تمام، هعمل بس حركه، بص يعني انا واقف هنا اهوت، هضغط بزر اللي هو الحركه اليمين ضغطه واحده بس كده. تمام، بحيث اتنقل فريم واحد قدام،
انا كده مشيت فريم واحد، طب انا ليه ما استخدمتش اللي هي البكره دي وجيت كده بشكل عشوائي؟ لا انا لازم يكون حركتنا دقيقه جدا. فانا هقف هنا خلاص، هحرك هضغط باص كليك ايه يمين على الكيبورد بالايه بزر اللي هو الازاحه اليمنى، هضغط عليه بس كده خلاص، وهعمل ايه كليك يمين ريستور بوكس تمام. بس مش ده اللي انا عاوزه، ده انا عاوز الصورة دي كمان تبدأ من وهي هنا ويكون حجمها ايه صفر، ولما توصل لهنا مثلا، تعال نكبر بس كده شوية، لما توصل لهنا هقول له كليك يمين ريستور بوكس تمام. ممكن ان انا اصغرها برضو شوية كده بالشكل ده، تعالوا بس انا اجيب صورة تانية لان دي كلها اسود فمش باينة خالص. نجيب مثلا صورة زي دي، احنا حركنا دي بالكي فريمات بتاعتها. طب بص مش مشكلة خالص، تعالوا نعيد معلش الجزئية دي، هجيب بس دي هنا كده بالشكل ده تمام كده يا جماعة. هنا مفيش مسافات بينهم ولا حاجة خالص، وهجيب النقطة دي هخليها هنا في النهاية عادي جدا، مفيش اي حاجة خالص. طيب خلاص دي جت واختفت بالشكل ده كده. هقف عند النقطة دي هضغط، هعمل ايه من تاني كنا نعمل ايه، ها هضغط بس كده، هضغط بس انا هقف على النقطة دي، هضغط بالزر اللي هو الايمن اللي هو على الكيبورد اللي هو السهم اليمين يعني، ضغطة واحدة بس كده عليه، وهضغط كليك يمين ريستور بوكس عشان اعرف اتحكم بالعنصر اللي قدامي ده. خد بالك طبعا الواي مقفولة، الواي مقفولة تمام، اتأكد برضه انها مقفولة. هتيجي هنا هتقول له دي هتكون بره وهتكون قيمتها بصفر، ولما تيجي هنا همشيها قدام شويه كده تمام. طبعا انت بتمشي خد بالك ما تمشيش بالامتار، مش بال يعني ما ينفعش برضو كده، هتقف هنا خلي التايم لاين دايما بتاعك كبير، وبرضو بص هنا تحت، بص انت بتحرك بص تحت، او لما تقف وتحرك هنا من تحت على طول تقول له من هنا لهنا مثلا في المنطقه دي عاوز ايه كليك يمين ريستور بوكس، هصغره شويه كده تمام، ومن هنا لغايه هنا لغايه ما يوصل للمنطقه دي هثبت الحركه اهو، من هنا لهنا هثبت ايه الحركه بالشكل ده كده تمام. هقف هنا همشي بس سنه صغيره كده، هكبر وايه هقول له لما توصل بقى لهنا اللي هو نهايه المقطع يعني هنا تمام، هتكون انت عملت لي بقى ايه، هيكون انت خرجت بره والقيمه بقت صفر. تعالوا نعمل كده معاينه كده لكل اللي احنا قلناه دلوقتي تمام. وبعد كده جت الصوره دي، طبعا دي جت سريع معلش، انا بس ايه في انا الغلطه من عندي انا معلش، هنسرع هنبطئ دي شويه، هنعمل ايه هنعمل تباعد للنقط اهو تمام، انا عملت تباعد كمان عشان تكون ابطا. طبعا كده عملت تباعد كبير قوي، مش مشكله عادي اهو تمام. تتعرض الصوره وبعد كده طبعا هتطلع بسرعه جدا، ليه لان شوف الكي فريمات متقاربه جدا، ممكن بس ايه توزنها انت كده افضل. التحكم بالسرعه ده سهل جدا في الاخر بعد ما تخلص، يعني لو ظهر غلطه زي اللي ظهرت قدامنا دي تمام. طب تعالوا نطبق صوره سوليد، واضح ان احنا مش هنحتاجها خالص في شغلنا، تعالوا نطبق على الايه على دي. احنا ما حركنا برضو، شوف نقط برضو الكي فريم اتحركت، اقول لك بص والله ولا يعني ولا مزعلك، هنشتغل برضو على الصوره دي. طب ما اقول لكم على فكره جديده، اقول لكم على فكره جديده، بما اننا يعني لو مشكله زي كده قابلتك هتعمل ايه؟ هتقعد تحرك وتعمل وكيف فريم يتحرك معاك؟ بص هي طبعا ليها حلول، يعني هي الموضوع مش موضوع يعني ايه ان انا مش عارف احلها ليها حلول كتيره، بس انا لو عملت لك حل دلوقتي قدامك انا ممكن اعمل حل في ثانيه بالكي فريم ده، لو عملت لك مش هتعرف يعني مش هتستوعب ايه اللي حصل، فانا مش عاوز ان انا يعني ايه يعني اجل برضو دماغك بحاجه جديده، ولكن احنا هنعمل حاجه صغيره خالص. هعمل ايه؟ مش الصوره دي اللي هي دي اللي هي البروجكت ميديا، لو صوره من دي عاوز تغيرها عموما داخل البروجكت، ودي طريقه استبدال صوره في برنامج سوني فيجاس. انا عندي الصوره دي عاوز اغيرها، هروح لها في قائمه بروجكت ميديا وهضغط كليك يمين ريبليس عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل تبديل للصوره دي، هختار ايه الصوره البديله اللي انا عاوزها واضغط على اوكي بس كده، استبدل لي الصوره بالفور تمام. طيب نكمل تاني الشرح هنا، الصوره دي خرجت كده خلاص اهي بالشكل ده.
هعمل ايه بقى بعد كده؟ بص يعني سيبك من حتة اللي انت تقف هنا وتضغط ايه بالمؤشر يمين، اعتبرنا ما قلتهاش خالص، تمام؟ هتعمل ايه؟ تعالوا كده نجرب كده. هنعمل ايه؟ المفروض ان انا عاوز الصورة دي من اول هنا مثلا، هضغط كليك يمين ريستور بوكس بالشكل ده كده واجيبها. لا بص، لا 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 لا، هي مش هتنفع، مش هتنفع، بلاش بلاش، معلش، اعملوا كنترول زد عندكم بقى ايه للجزء اللي انا قلتها دي. كان يا ريت للاسف في كنترول زد في الدنيا دي. طيب هنعمل ايه؟ انا واقف هنا عند النقطه دي، بكبر هنا على الاخر وبضغط بس كليك يمين ايه بالايه بالسهم، بضغط سهم يمين يعني، تمام، واضغط كليك يمين ريستور بوكس بالشكل ده كده واجيب دي بره بالشكل ده واخلي حجمها كام؟ صفر، تمام كده. طيب طبعا هنا لاحظ ما بانتش خالص اهي، يعني برضه عشان ما حدش يقول هي فين هتبان، يقول لك لا مش هتبان اهي، تمام ما بانتش خالص اهي. هنا دلوقتي قيمتها هنا بصفر، كل حاجه هي بره وقيمتها بصفر. هقول لما توصل لغايه هنا كليك يمين ريستور بوكس، صغرها لي شويه كده، لاحظ ده اللي احنا عاوزينه اهو، خلاص من هنا لهنا للمنطقه دي مثلا. طبعا خدوا بالكم دلوقتي انا جددت في الطريقه، انا بقيت بشغل من التايم لاين اللي في البروجكت بالتعاون مع التايم لاين اللي ايه اللي هنا، بضيف اليه الكي فريمات، تمام. الموضوع سهل يعني مش في حاجه ان شاء الله. هضغط على اضافه ايه كي فريم هنا عشان اثبت الحركه دي. ده بيعمل الفكره ان ده بيعمل كوبي لاخر كي فريم يا جماعه، عشان كده الحركه بتكون ثابته في الفتره دي. من هنا لهنا هيكون ايه خرج بره وقيمته بقت صفر. تعال نكبر بس شويه عشان انا عاوز اجيب دي هنا بالشكل ده. تعال نعمل كده معاينه، سهله جدا اهي، تمام. تعالوا نشتغل على الصوره دي برضو، معلش انا بتقل عليكم في الامثله شويه، بس علشان ايه كل ده، بس علشان خاطر ان احنا الامر يكون واضح ان شاء الله. حاجه هنا على اخر كي فريم انا كنت عامله اهو، هضغط ايه هنعمل ايه، هضغط كليك بس يمين كده بالسهم اللي هو اليمين، هعمل اضافة كي فريم. هقول له الكي فريم ده هيكون ايه عبارة عن ريستور بوكس، هجيب ده هنا وهعمل قيمة الحجم هنا بصفر، خلاص. وبعد كده هحرك ده شوية قدام، سواء من هنا او سواء من هنا، اي حاجة مش هتفرق، الاتنين زي بعض لان الاتنين معمول لهم سينك. من هنا لهنا اقول له كليك يمين ريستور بوكس، هصغر دي شوية كده بالشكل ده، هاجي هنا هعمل اضافة كي فريم، خلاص. ومن هنا لهنا لما يكون خرج هعمل ايه بقى؟ ها هنخرج دي بره كده بالشكل ده، هخلي قيمته بصفر. تعالوا نعمل كده معاينه، تمام كده يا جماعه، وهكذا بالنسبه لبقيه الصور. طيب مش عارف انا هنهي المحاضره لغايه كده ولا لكم الجزئيات التانيه ديت كمان بالمره. احنا كده قعدنا 29 دقيقة. طيب انا مش عارف بقى بصراحة، يعني انا بصراحة محتار، لان هي في كان في جزئية كده. طبعا ده تطبيق انا عاوزكم ايه تطبقوه وتورهوني، تمام. تعالوا طيب بص تعالى معايا، طب انا هقول الجزئية دي كمان بالمرة، هقول انا ايه الجزئية دي كمان ايه بالمرة، تمام، عشان بس يعني ايه ما نسيبش حاجة الا واحنا قلناها. انا يا جماعة ممكن اقدر استفاد برضه من الكي فريم ده في ايه؟ ممكن اقدر استفاد من الكي فريم ده ان انا اعمل موضوع الايه الشاشات المتعددة. يعني ايه الشاشات المتعددة؟ بصوا كده، لو انا عاوز اظهر اربع فيديوهات هنا قدامي اعمل ايه؟ لو انا عاوز اظهر اربع فيديوهات هنا قدامي طبيعي هتروح تقول لي ايه، انت هتجيب هتخش على قائمة الايفنت بان كروب من هنا، خلاص، وهتعمل ايه، كبر دي بس كده بالشكل ده، هنخلي مثلا ده تظهر. طبعا هنا هنحل مشكلة القطع، فاكرين حلها ايه؟ حد فاكر؟ ها اساسا احنا لو جينا ضغطنا كليك يمين ريستور هنلاحظ ان فينا حواف في سودا، فلازم ان احنا نعالجها، نعمل ماتش اوت بوت اسبكت، وبعد كده بقى نجيب دي ونحطها فوق هنا. قلناها في طريقة عمل ايه الشعار وفي قائمة كروب، الدرس اللي هو بتاع كان قائمة كروب عموما، تمام كده يا جماعة. طيب كنا نقول احنا ممكن نعمل دي كده بالشكل ده اهو،
تمام. و هنعمل برضو من هنا insert video track، نفس الوضع برضو نفس اللي احنا عملناه، كليك يمين match output aspect، وبرضو دي جنبها كده بالشكل ده. وتحط هنا بقى ايه اللي انت عاوزه بقى، سواء صور او فيديو، اي حاجة انت عاوزها مش هتفرق خالص، تمام. طيب تعالوا بقى نشرحها من على قائمة التراك موشن. يعني انا عاوز اعمل كده على التراك كله، على جميع محتويات التراك. هنا هعمل ايه؟ اسلوب العرض اللي هو الايه المتعدد ده، لان ده خاصة بالايه، بالايفنت بس، بالصورة اللي قدامنا دي، يعني بالعنصر اللي قدامنا. لا انا عاوز اعملها على التراك كله. هعملها ازاي وازاي اقدر اوزن فعلا محتويات البروجكت بحيث تكون اربعة بالظبط ظاهرين جنب بعض، نفس الحجم ونفس النسق. دي بقى الجزئية الدقيقة اللي انا عاوز اقولها. نجيب برضو، ماشي مش مشكلة، نجيب نفس الصور دي ونحطها هنا كده، تمام. انا هعمل هنا، نشيل ده شوية كده، هعمل ادي تراك، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، تمام. هحط ايه الاربع صور كده فوق بعض، ودول طبعا ايه، اي صور انت عاوزها هتحطها على التراك هتحطها هنا، تمام كده. هشغل الايه الرولر اللي هي الايه المسط اللي هي الشبكه اللي قدامي دي كده، تمام. هي مش رولر، ده الرولر ده اللي هي اللي عندنا هنا. المهم يعني ما علينا، ايا كان بالتسميه، الشبكه اللي قدامي دي هفعلها بالشكل ده. هروح بعد كده لقائمه اوبشن، انا عاوز اقسم الشاشه ايه، اربع تربع، تمام، اربعة اربعة ايه تربع. يبقى انا اذا انا الخطوط دي كلها مش محتاجها، انا محتاج خطين بس، خطين بس، خط افقي وخط رأسي، تمام. بحيث يعني بص هرسمها لكم ايه، انا محتاج خط كده بس، محتاج خط كده، تمام. ليه؟ علشان احط هنا، علشان احط هنا في المكان ده اهو الصورة الأولانية دي، الصورة التانية دي، الصورة التالتة دي، الصورة الرابعة، وعاوز الأربعة يكون حجمهم متساوي. فهعمل إيه بقى؟ هعمل إيه؟ هضطر إن أنا إذن الشبكة اللي قدامي دي تكون شبكة رباعية فقط. هدخل من قائمة أوبشن، أروح لـ Preferences، وبعد كده أروح لفيديو، تمام؟ هنا هنبدأ نحدد عدد الخطوط الأفقية والرأسية. هنقول له إحنا عاوزين اتنين في اتنين فقط بس، عاوزين مربعين في الافق ومربعين ايه في الرأسي، تمام. فبالتالي هنقدر ان احنا اذا ايه نوزن الاربع مربعات في الشكل اللي قدامنا ده، في العرض اللي قدامنا ده. هدخل هنا على اول واحدة وهبدأ ان انا ايه اصغرها على حجم المربع ده بالظبط، اكبر شوية كده وحطها ايه. طبعا انا هفتح الواي بقى دلوقتي عشان انا ايه خلاص هتحكم به على محور الاكس والواي. هكبر دي كده شوية بالشكل ده. هيظهر لي هنا، خد بالكم، مشكلة ممكن هنعرفها دلوقتي ان شاء الله. انا لما اكبر كده انا مش عارف ادخلها جوه المربع برضو كويس. ليه؟ حد عارف ليه؟ هدخل دي كده جوه المربع. اهو بص، هي دي ظبطت شوية اهي، يعني الى حد ما ظبطت، بس برضو بصراحة انا دايما بحب الشغل اللي يكون دقيق جدا. شوف انا لو كبرت اصلا هنا تبدأ تشوف الايه العيوب بقى اللي في الشغل. شوف مش دقيقة خالص. طب انا لو جيت صغرتها بالشكل ده هتبقى برضو مش، احنا عاوزينها تملأ المربع ده، ازاي تملاه؟ لو جيت كبرتها هتلاحظ ان ايه ملت فوق وتحت بس ما ملتش يمين وشمال. طب اعالج المشكلة دي ازاي؟ هترجعها تاني معلش زي ما كانت الستور بوكس، خلاص. سواء رجعتها مش رجعتها مش دي الطريقة، لكن الطريقة اللي انا عاوز اقولها، انا هدخل هنا على قائمة كروب. لازم ان انا يا جماعة علشان اخليه يتعامل مع العنصر ده على انه ممكن يظهر ويكبر داخل المربع ده، لازم اسويه باعدادات البروجكت. سيبك من الشرح التقني ليها دلوقتي والتفصيل اللي فيها، مش ده موضوعنا خالص. انا هدخل هنا على قائمة كروب، كليك يمين ماتش اوتبوت اسبكت بس، عشان اشيل الحواف السوداء اللي فيها. هدخل بعد كده على قائمة تراك موشن. بص بقى، لو انا جيت صغرت وكبرت دلوقتي هقدر ان انا احطها جوه الايه المربع بتاعنا او المستطيل بتاعنا، هتيجي بالظبط
من غير اي ايه، من غير اي اضافات، تمام كده اهي جايه بالظبط من غير اي اضافات طالعه او نازله بره خالص. نفس الموضوع برضو هعملها هنا، هدخل عليه. خد بالك، شوف هنا انا عشان وقفت هنا وجيت دخلت، شوف السهم فين. لو انا جيت عملت كده شوف الشكل هيبقى عامل ازاي. خد بالك، انتبه للملحوظه دي، هشيله وهقف هنا من اول. لازم نكون واقفين على النقطه الاولانيه واضغط كليك يمين ماتش اوت بوت اسبكت بالشكل ده كده. وبعد كده هدخل على قائمه تراك موشن وايه احطه في المربع اللي جنبيه. هطلع فوق شويه، طبعا انا بحرك بالزرايق بالايه بالاسهم اللي في الكيبورد عشان بس الحركه تكون دقيقه معايا شويه، او لا اما اكبر 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 زمان ابعد واكبر كده، واحرك الحركه الدقيقه بالايه بالسهم اللي يريحك يعني. ده الاوبشن مفتوح، الاوبشن مفتوح. هنزل بعد كده هنا على الصوره الثالثه دي، هقف بس في البدايه كليك يمين ماتش اوت بوت اسبكت، وبعدين اهش على التراك موشن واصغرها الشكل ده كده، انزل بيها فين تحت هنا برضو بالزراير، برضو هنزل بالشكل ده كده صغرها، بس هي مش مظبوطه قوي برضو، بس بالشكل ده كده سنه صغيره بس تكبر سنه 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 سنه، احنا مش عاوزين كل ده يعني تقريبا خلاص. اخيرا حاجه على الصوره رقم على التراك الرابع، هقف هنا. خد بالك، اقف على اول كي فريم ماتش اوتبوت سيتنج، بعدين هصغر اخيرا ايه الصوره دي بالشكل اللي قدامي ده، بس هشيل بعد كده الايه الجريد اللي هي اللي قدامي دي او الايه الشبكه دي كده. يا جماعه الاربع تراكات اتظبطوا بالظبط على قد الايه الاربع مربعات اللي هي اللي قدامي. بص حط زي ما اي كميه صور انت عاوزها بقى هنا اللي انت عاوزه، اي حاجه هتلاقي كل الصور تظهر في الايه في المربعات اللي هي اللي قدامك دي، تمام بالشكل ده كده. كده اصبحت كل مربع واخد ايه واخد بالظبط. طبعا دي كل حاجه هنا لازم تعملها طبعا ايه ماتش اوت بوت سيتنج عشان تاخد بالظبط الايه حجم المربع اللي تحته اهي. تم كده يا جماعه، يعني دي بصراحه الطريقه اللي انا قلتها دي من الاسرار اللي فعلا اللي قلما ان حد يعرفها، ان للاسف كل اللي بيعملها فعلا كله، والله انا مش بقول كده يعني مش غرورا ولا حاجه، لكن فعلا مفيش اي حد خالص للاسف بيظبط الطريقه دي يعني الا القليل جدا من الايه المحترفين، مع انها بصراحه مش شايف ان هي احترافيه او للدرجه يعني الايه اللي تحتاج ان هي تكون سر ومحدش يقولها لحد. هي طريقه تافهه وسهله جدا، بس كل ما في الموضوع بس محتاج اللي انت ايه تفحر بس في الايه في الاوبشن بس الداخلي، بحيث تعرف تظبط وتظبط يعني اعدادات البرنامج وتربط ما بين الادوات البرنامج وبين ايه شغلك، تمام. هو ده يا جماعه الفرق ما بين المحترف والهاوي. لو واحد هاوي كان هيحطهم اي حاجه زي ما احنا حطيناه في الاول، حط واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا. يعني لو واحد مثلا يعني كان هاوي هيروح يعمل ايه، هيروح هشيل طبعا البروجكت ده خلاص. لو واحد هاوي هيجي هيجيب الفيديوهات دي هيحطها كده، هيعمل فيديوهات تراك فيديو جديد بالشكل ده كده، حط ده هنا ده هنا ده هنا، وبعد كده هيروح يجيب الفيديو ده يقول لك ده ايه هنحطه هنا بالشكل ده اي حاجه يلا وخلاص كده اهو. والجزء المتكل ده يقول لك يا عم سيبك يا عم، محدش بيبص ولا حد بيدقق، تمام. هو هاوي بقى مش محترف، هيحط ده جنبه بالشكل ده كده، اظبطه بس ما تخلوش مقلوب كده شوف المنظر عامل ازاي اصلا، شوف يعني لبخ الدنيا خالص ومش عارف ايه، هتلاقي راح قاعد يلبخ في الدنيا اهو وقاعد بقى ايه ممكن يقعد ساعتين ساعتين كاملين عشان يقعد يظبط الاتجاهات ديت، وفي الاخر مش يظبط، وممكن تلاقيه راح جاب المسطره وراح حطها هنا على الشاشه علشان يقعد يظبط منها. طب وليه كل ده؟ ليه كل ده؟ ايه مجرد بس تضيف بس الشبكه ديت وتروح لقائمه اوبشن بريفرنسز فيديو
من هنا من الهورزنتال والفيرتيكال الجريد ديفيجنز ايه بتحدد بس ايه يعني عدد المربعات بس اللي انت بتحتاجها او الاتجاهات. خلاص نهاية الدرس تمام. معلش يعني برضو طبعا يعني المعلومات النهارده برضو كتيره، بس زي ما احنا يعني كنا وعدناكم ان الدروس ابتداء من السادس فما فوق هتكون دروس احترافيه شويه وتقيله. كل بس المطلوب مننا ان شاء الله من التطبيق ده ان احنا نعمل، احنا دلوقتي اخدنا جزئيتين، اخدنا جزئيه اللي هي الكي فريمات في تراك موشن هنعملها بالشكل اللي احنا باللي احنا عرضناه. الحاجه التانية اللي احنا قلناها اللي هي جزئيه الايه عرض الشاشات ايه المتعدده. طبعا مجال الابداع مفتوح ليك، مجال الابداع مفتوح ليك، ممكن ان انا اخلي مثلا دي 3 واضغط على اوكي تمام. لاحظ هنا راح جاء قسمها لي ايه، قسمها لي هنا 3 مربعات ايه رأسية بالشكل ده والافق 2. ممكن تعرض هنا 3 فيديوهات او 3 صور زي ما انت عاوز. ممكن ان انا اخليها كمان 3 في 3، يا سلام، ايه المانع ايه المشكلة. خلاص بالشكل ده كده. بس طبعا ده انت بصراحة يعني هت ايه يعني كل ما زودتها كل ما هتبوظ عين المشاهد، لانك هتضطر تصغر الصور وهيبقى الموضوع صعب شوية يعني بالنسبة لك تمام. هو طبعا الشاشة دي على فكرة يعني دي بس حتة علمية كده اخيرة لو حد لسه في دماغ، كل شاشة من دي مقاساتها وابعادها المينتين اسبكت الخاص بيها نفس المينتين اسبكت الايه او نفس او نفس الريشيو يعني الاسبكت ريشيو اللي هي الخاصه بالايه بالبروجكت ككل. يعني دي مثلا لو 2 في 3 خلاص دي هتلاقيها مثلا 4 في 6 هي نفسها. يعني دي لو زادت يعني دي جزء من الشاشه الكبيره، دي لو مستطيله فهي دي برضو مستطيله لان البروجكت مستطيله، فهو بيجزأ لك تجزئات متساويه تمام. طيب سيبكم من الكلام النظري ده مش هيفيدنا خالص دلوقتي، المهم ان احنا عرفنا يعني خلاص الطريقه. يا رب الموضوع يكون واضح ان شاء الله. لو في استفسار اتفضلوا بعرضه. يعني طبعا مش هنذكركم طبعا، ما تنسناش من دعائكم، وان شاء الله نتقابل في المحاضره الجايه مع جزئيات احترافيه اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.